السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله خبيزات معمرين بقطع الصدر ديال الدجاج والقشطة الطرية وبعض التوابل قليلة ماشي كثيرة. أول حاجة غادي نعجنوا العجين بعدد ديال الخبيزات. غادي ناخد واحد القصرية ولا أي حاجة كتعجنوا فيها، قصرية ولا شي طبسيل كبير ولا أي حاجة كتعجنوا فيها العجين، كننزلوا فيها زلافة زلافة ديال الدقيق الأبيض، دقيق الفرينة العادي، وكننزلوا فيها زلافة ديال الدقيق الفينو ومعلقة صغيرة ديال الخميرة، وكنزيدوا عليهم جوج معالق صغار ديال السكر سنيدة، السكر الخشن هذاك اللي بغالي ما بغاش ما يعملوش، وكنعملوا معلقة صغيرة ديال الملح، الخبز خميره الخبز، وكنخلطوهم مع بعضياتهم وكنبداو نعجنوهم بالماء دافئ حتى كنجمعوا العجينه. ملي كنجمعوا العجينه كنخليوهم مده 5 دقائق غير ترتاح شويه، 5 دقائق صافي بركه. وكناخدوها وكنبسطوها على طاوله العمل، وكنبدا نقطعوها بهاد الاله ديال هاد المدوره اللي ما عندوش هاد الدائره هادي، ممكن بزلافه صغيره ممكن بكاس اللي كنشربوا فيه عادي باش كيخرجوا لنا خبيزات هكا صغار. صافي كنقطعوهم كنحطوهم على جنب كنخليهم يخمروا شويه، انا كنخليهم مده 10 دقائق فقط، ما كنزيدهمش ما كنبغيهمش يخمروا بزاف، 10 دقائق صافي صافي. وكناخذوا المقله، والمقله خاصها تكون سخونه على النار، كتكون سخونه كنبداو ننزلوا فيها الخبيزات ديالنا اللي هما البطبوطات الصغيورين، وملي كيطيبوا صافي كننزلهم على جنب. وغادي ندوزو ان شاء الله دابا نطيبوه مع بعض الحشوه باش غادي نعمروها في الخبيزات. ودابا غادي ناخذ مقله غادي نديرو فيها كاس تاع زيت الزيتون، ونديرو فيها جوج بصلات مقطعين ونشحروها شويه كما كنقولو نسوطيوها شويه باش تسخف. وعاد كنزيدو عليها 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطعين، وكنخليهم يطيبو مع بعضياتهم حتى كياخد الدجاج الطياب ديالو. وعاد كنزيدو عليهم 500 غرام ديال القشده الطريه اللي هي الناطه، كنخليو هذيك الناطه مع هاد الحشوه مع هاد البصله والدجاج تاخد الحراره ديالهم تزيد تسخن مزيان معاهم. ملي صافي كنشوفها سخنات معاهم عاد كنزيدو عليهم واحد العلبه ديال الذره اللي هو حك اللي حك فيه 150 غرام، فهمت، كنزيدو عليها وكنحركهم مع بعضياتهم، وكنزيدو عليهم شويه ديال الخرقوم، الخرقوم على حسب اللون، اي شويه الخرقوم الملون باش يعطي غير شويه اللون، يجي اللون شويه اصفر، هذا هو اللي علاش درت انا شويه فيها. ونديرو شويه الملح وشويه الابزار حيت ما تسجلوش ليا فيها، انا قلت لكم دابا بالصوت لان ما تسجلش لان الكاميرا كانت سكتات وانا كنت كنسحب ليا باقا كتسجل. وصافي وكنحركهم مع بعضياتهم وكنحطوهم كنحطوها في جنب. وكنبداو نبداو كنجيبو الخبيزات الصغار، وكنجيبو شلاضه اللي هي الخس مقطعه حتى هيايا،
وكناخذوا الخبيزات ديالنا وكنبداو نحطوا الخس مقطع هو الاول، وعاد كنزيدوا عليه داك الحشوه ديال الدجاج اللي صوبنا، وبالصحة والراحة. وراها كتجي بنينة بزاف والله، البنة ديالها كتجي روعة روعة روعة، وبالأخص راه كيحماقوا عليها حتى الأطفال الصغار وحتى الكبار حتى هما راه غتعجبهم بزاف بزاف. وبالصحة والراحة، وكنتمنى تعجبكم، وما تنسونيش من لايكاتكم والله يحفظكم، وإن شاء الله نجمعوا في فيديو آخر إن شاء الله قريبا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.